بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة. طبعا على فيديوهات مسائل على التلذات والموجات من كتاب سير ويد عن فيزياء المهندسين، فيزياء ثلاثة، كتبت توافق بسيط simple harmonic motion يكمل خمس دورات عند كل 12 ثانية. يكمل خمس دورات عند كل 12 ثانية، يجد ألف الزمن الدوري للحركة، ب التردد، جيم التردد الزاوي. طبعا هنا زمن دوري الحركة يعني periodic time، تردد frequency، تردد الزاوي angular frequency. إذا هنا دعونا نحلل هذا السؤال مباشرة. زمن الدوري للحركة وقال لي خمس دورات عند كل 12 ثانية، إذا time يساوي 12 ثانية على خمسة، time يساوي 12 ثانية على خمسة، إذا 2.4 سكند، 2.40 سكند. إذا هذا هو الزمن الدوري في هذه الحالة. طبعا ذو التوافقي معادلاته سهلة. التردد نعلم أن التردد هو مقلوب الزمن الدوري، بما أني أنا وجدت الزمن الدوري 12 ثانية إلى 5 دورات، إذا أستطيع أن الآن أن أحل التردد. إذا أخذ المقلوب 1 على 2.4، إذا F equal 1 over T يساوي 1 على 2.4، إذا يساوي 0.417 بالألف هرتز. إذا وجدنا الآن قيمة التردد، التردد الذي هو مقلوب الزمن الدوري. عفوا، الآن التردد الزاوي، التردد الزاوي أيضا تحدثنا عنه، قلنا بأنه عندما تكون الموجة جيبية فإنها سوف تعطيني تردد زاوي بحيث أنه يكون دوريا، يعطيني شكل الموجة الجيبية دائما عند كل دورة، وقلنا بأنه مساوي ل 2 باي اف، 2 باي ثوابت اف وجدناها هنا. يعني تلاحظ بداية لو المطلوب ألف خطأ، كل شيء خطأ، باء وجيم بعده خطأ، إذا 2 باي في 417 بالألف يعطينا 2.62 راديان بير سكند. 2 هو تردد الزاوية وحدة الراديان لكل ثانية، إذا 2.62 راديان لكل سكند. إذا كان هذا الفيديو سؤال مباشر على المتذبذب التوافقي البسيط simple harmonic motion. أرجو أن يكون الفيديو قد نال استحسانكم، لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.